وبالمناسبة هو لا أحد خارج هذه المنطقة يريد لها هدوءا، لا أحد خارج هذه المنطقة يريد لها هدوءا. وأظن الكلمتين كنت بقولهم قبل الفاصل كانوا شديدي الوضوح أو شديدتي الوضوح. وفي البداية خالص قلت لك يا جماعة الخطأ الفادح اللي قام به الاحتلال إنه ضرب غزة، خطأ فادح. أي حد مش هيجادل في ده على ما أظن، وقد يكون هناك من هم أكثر فهما لهذا الملف أكثر مني، بس اللي أنا أفهمه إنه حصل ضرب في غزة التصعيد هيبقى مخيف. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. اهلا وسهلا سيادة النائب. اهلا زي الصحة يا رب تكون بخير. دكتور طارق، مصر بطبيعة الحال بشكل شديد الوضوح وبشكل رسمي جدا تدين هذا الاعتداء على الأراضي المحتلة في غزة. المذيع وصف بأنه الخطأ الفادح دائما في كل المواجهات وعلى مدار عشرات السنين هو ضرب غزة أو الاعتداء عليها، لأنه مش بيشعل فتيل وإنما يؤجج نيران الحرب، والحل الوحيد دايما بيروح جاي عند مصر لأنها الطرف الوحيد برضو في الدنيا اللي بيقدر يخلق التفاهمات ما بين الجانبين، ويقدر أنه هو يدعم وقف الإطلاق النار أو لتثبيت وقف إطلاق نار، سواء إذا كان ما بين الاحتلال أو الفلسطينيين، أو حتى لا قدر الله لو حصل أي أزمة ما بين القوة الفلسطينية. ولكن أنا قلت هناك من هم أعلم وأفهم مني بهذا الملف. دكتور طارق فهمي أرجوك فهمنا. هو بالتأكيد طبعا ما قامت به إسرائيل اليوم سيادة النائب خطأ جسيم وكبير، لكن خلينا أقول ده مرتبط بمزايرات داخل الحكومة الإسرائيلية. أنت أمام حكومتين وليس حكومة واحدة في إسرائيل، حكومة نتنياهو وحكومة المستوطنين، وهناك صراع وتجاذب مرتبط طبعا بأزمة داخلية مستمرة بقالها 18 شهر، حالة تظاهرات كبيرة في الشوارع الإسرائيلية، حتى يوم السبت الماضي 180 ألف في الشوارع الإسرائيلية احتجاجا على المشروع الذي أقره رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص بموضوع التعديلات القضائية، وجزء منه مرتبط بفشل الحوار الوطني اللي دعا إليه الرئيس الإسرائيلي. ففي حالة من الداخل الإسرائيلي مرتبكة في ظل تصعيد المستوى العسكري. المستوى العسكري بيضم حضرتك عدد من الوزراء، حتى بعضهم ممثل في الحكومة المصغرة أو المجلس الحكومي المصغر، وهو الذي أصدر قرار الاغتيالات لقيادات حركة الجهاد. الاغتيالات واستئناف سياسة الاغتيالات حضرتك ضمن ما يعرف باسم بنك الأهداف. بنك الأهداف ليس مجرد استهداف مواقع لحركة حماس أو الفصائل المختلفة، لكن بنك الأهداف بيرتبط باستئناف سياسة الاغتيالات للقيادات الميدانية وليست القيادات السياسية. وفي جملة من التفاصيل متعلقة بقرار الاغتيالات، يعني بيتم إزاي، ولا بد أن تتوافق فيها جهاز الأمن الداخلي شباك تحت إشراف رئيس الحكومة ورئيس الأركان، وهم بياخدوا القرارات المتعلقة بعمليات الاغتيالات. وهكذا تم تصفيه الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وعشرات من القادة والجعبري وغيرهم من القادة الفلسطينيين. وبالتالي تدرك إسرائيل جيدا أنه قرار الاغتيال هو تجاوز للخطوط الحمراء وفتح لبنك الأهداف. هذا معناه سيادة النائب أنه الذي أصدر هذا القرار يدرك جيدا أنه سيصعد الأمر بصرف النظر عن التوقع بردود الفعل سواء كان من حركة الجهاد أو الفصائل الفلسطينية، لأنه حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضرتك سيادة النائب هناك مزايدات كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. المؤتمر الصحفي اللي عقده نتنياهو منذ قليل أكد فيها أن هم في حالة ترقب لما هو قادم، ورفعت حالة الاستعداد وفتحت الملاجئ، ففي استعداد دولة لدرجة ألف. وبطبيعة الحال هذا معناه توقع أجهزة المعلومات وخصوصا جهاز الأمن الداخلي الشباك وأمان الاستخبارات العسكرية أنه هيكون في ردود فعل، لكن من الواضح أن حركة الجهاد تهدئ الأمور بعض الوقت، لكن هي حسبة وقت لتبدأ المواجهة. والمواجهة التي تتخوف منها إسرائيل هي مواجهة على الجبهات الثلاث، قطاع غزة، الضفة، وأيضا الشمال حزب الله. وبالتالي أنت تتحدث عن جبهات متعددة، وهذا هو مكمن الخطورة، وكانت في بروفة منذ عدة أسابيع لهذا. والمواجهة الأخيرة
اللي نجحت مصر فيها في تهدئتها الأسبوع الماضي كانت مرتبطة بهذا الأمر، إنه إسرائيل كانت تتخوف من يعني انفتاح الجبهات في نفس التوقيت. نقطة من أول السطر، ماذا تتوقع إسرائيل وما الذي يجري في هذا التوقيت؟ طبعا القاهرة بتتحرك لالتزاماتها الكبيرة وتراكم خبرتها وقدرتها السابقة على وقف هذه المواجهات، فمصر بتتحرك بصورة كبيرة. تراكم الخبرة المصرية للجانب المصري هو اللي بيدفعهم مسؤوليتها القومية والوطنية. وخليني أكون ربما تكون شهادتنا مجروحة كمصريين، بيان وزارة الخارجية كان بيان قوي، ليس مجرد إدانة للصدر اليوم، ليس مجرد إدانة أو شجب، ولكن بطبيعة الحال تحميل الحكومة الإسرائيلية بصورة مباشرة لا تحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات، يعني تداعيات وارتدادات ما سيجري في الساعات المقبلة. وبالتالي الوساطة المصرية مستمرة وبتعمل في كل الاتجاهات وبتنفتح على كل الأطراف، الهدف منع التصعيد بصورة كبيرة وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عما جرى وسيجري بطبيعة الحال، لأن هناك توقع إذا يعني تم التعرض لإسرائيل من أكثر من جبهة فهناك مزايدات، أيضا هناك مستوى سياسي في إسرائيل يرفض ما يجري ويدفع بقوة بطبيعة الحال إلى أن هذه الحكومة غير رشيبة وغير قادرة على الإلمام بالمشهد السياسي الكامل. لكن كما أشرت لحضرتك سيادة النائب أن هناك إشكالية متعلقة بمزايدات كبيرة وحالة التجاذب بين الحكومتين، الحكومة التي تحكم والحكومة التي تدير، فبالتالي هناك مشكلة متعلقة بهذا. أنت تتعامل مع حكومة تمارس العمليات الإرهابية ويفتخر رئيس وزرائها ورئيس الأركان ووزير الدفاع يعني بالقيام بهذه العملية الغير مسبوقة. معنى حضرتك انفتاح بنك الأهداف إن احنا سنتجاوز الخطوط الحمراء، وفي مراحل معينة نجحت الفصائل في اغتيال مسؤولين إسرائيليين. مظبوط. تم اغتيال وزير سياحة إسرائيلي كما تعلم سابقا ومسؤولين كبار، وبالتالي القضية كل المشكلة الرئيسة والقضية الحقيقية هي في ضرورة توقف هذه المواجهات. لكن لكي أكون أمين مع حضرتك سيادة النائب، لا أحد يضمن إسرائيل هذه الممارسات غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهي ليست مجرد عمليات اغتيالات وتجاوز الخطوط الحمراء، لكن حكومة تريد أن تحسم الصراع ولا تديره. يعني نحن كنا أمام حكومات سابقة بما فيها حكومات نتنياهو كانت تدير الصراع، أنت الآن أمام حكومة تريد حسم الصراع العربي الإسرائيلي لصالحها، وبالتالي سيقف الجانب الفلسطيني في المواجهة. والجانب الفلسطيني ليس فقط حماس والجهاد و سائر الفصائل الفلسطينية، إنما أيضا لديك في الضفة الغربية حالة من الاستنفار، حالة حراك شعبي كبيرة يعني، وأيضا الاقتحامات المتتالية في مناطق التماس وفي المسجد الأقصى بالجوار من المقدسات الإسلامية والمسيحية، أيضا حالة من اليوم طبعا هناك تصعيد كبير. وبالتالي نحن يعني في انتظار ما هو قادم، وأخشى أن نذهب إلى خيارات صفرية سيادة النائب، لأنه هذه الخيارات الصفرية ربما ستكون هي المطروحة إذا لم يحتكم الجانب الإسرائيلي لصوت العقل، لأنه الفصائل الفلسطينية لن تسكت، هو تجاوز للخطوط الحمراء، وهذا السيناريو تكرر مع اغتيال الجعبري في مراحل معينة، والجعبري كان رئيس أركان حركة حماس، وأيضا تكرر مع اغتيال الشيخ ياسين وأيضا مع الدكتور الرنتيسي. القادة لهم اعتبارات لدى الأطراف الفلسطينية ولدى الفصائل، اغتيال القيادات الميدانية وليست العسكرية السياسية، هذا معناه أنه هناك اصطياد رؤوس فيما يعرف بعلم الاستخبارات، هو تصفية الرؤوس الرئيسة. القضية ليست في الثلاث قيادات من حركة الجهاد، استهداف الجهاد دي معناه كبير أنه إيران من ورائها، وبالتالي في رسالة أولى لإيران، في رسالة للأطراف الإقليمية الأخرى اللي هي جزء منها مرتبط بالوكلاء الإقليميين، تتحدث عن حزب الله، عن حماس، عن الجهاد، اختبار جس نبض التعامل مع الحركة. وبالتالي هتبقى في جملة من الإشكالات المطروحة، هل ستشارك حركة حماس في المواجهة؟ إذا يعني دخلت المواجهة ستتغير قواعد اللعبة تماما، دخول حماس على الخط إلى جانب حركة الجهاد هذا معناه فيما يعرف باسم يوم جهنم أو الخيار شمشون في جهاز الأمن الداخلي شباك، هم يروا أنه ده هيكون أخطر شيء، وفي تحذيرات كبيرة اليوم
من أن تدخل حماس المواجهة. إذا تم تحييد حركة حماس أعتقد ستكون المواجهة أقل، وبالتالي تنجح إسرائيل في تكريس حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية. هم بيتحركوا في هذا الإطار، لكن أظن أن حركة حماس ستخسر كثيرا إذا لم تدخل. تحرك بقى الأطراف المعنية بهذا فيضبط المشهد، ونحتاج إلى ضمانات ونحتاج إلى آليات مع حكومة غير مسؤولة. يعني هذه الحكومة طيب غير دكتور مسؤولة طارق. وربما يكون لها طبعا تبعات في الساعات المقبلة. طب دكتور طارق، يمكن الكل يفهم جيدا أنه إحنا بنتكلم على حكومة احتلال، هي الحكومة الأكثر تشددا وتطرفا في تاريخ هذا الكيان منذ إقامته، بل هم أكثر تشددا حتى من العصابات اللي كانت موجودة من قبل 48، صحيح. المتطرفين إلى أبعد الحدود وبيتباهوا بهذا التطرف، يعني وبيعتبروا أنه ده يعني مكمن من مكامن قوتهم في رؤيتهم الذاتية. لكن الكلام اللي بيحصل دلوقتي، أي عقل ممنطق يعلم جيدا انه دي خطيئة كبرى، يعلم جيدا ان ده منتهى التهور. المسألة يمكن ده اللي ممكن نبقى مختلفين فيه سنة صغيرة، المسألة بس مش متعلقة بعدم دخول حماس في المواجهة العسكرية، لانه اللي عملته اسرائيل هو وكأنها بتدعو الشعب الفلسطيني لتعبئة عامة في مواجهتها. وهنا احنا بنتكلم على افراد وبنتكلم على جماعات صغيرة، مش بس بنتكلم على الفصائل الكبرى، ودي بيبقى عندها مرونة أوسع في الحركة وتنفيذ عمليات نوعية في الداخل الإسرائيلي، مش دفاعا بس عن غزة. هل للدرجة دي الحكومة أو المستوطنين مش قادرين يستوعبوا بوابة الجحيم اللي اتفتحت عليهم؟ لا، هو طبعا لحظة الرشادة بتغيب سيادة النائب في الحقوق في الوسط الإسرائيلي بأكمله، بمعنى أن القضية ليست في اليمين الإسرائيلي المتطرف أو المستوطنين وسلوكهم اللي بيتم طبعا بتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، لكن هو جزء منه مرتبط بالوضع الراهن في إسرائيل. الوضع الراهن في إسرائيل يعني يتسم الآن بحالة من التباين والانقسام الكبير، المجتمع بأكمله في حالة انقسام. هو من دفع الرئيس الإسرائيلي للدعوة لحوار قومي كبير، وفشل حتى الآن في تجميع الأطراف الإسرائيلية. والقضية ليست يعني تتجاوز، أنا في تقديري، موضوع التعديلات القضائية والقوانين حياة السمعة في الكنيسة وما إلى ذلك، لكن الإشكالية الكبرى هو عدم تفهم الجانب الإسرائيلي فيما يواجه. يعني مع تقديرنا الكبير لفصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني يعني لديه من الإمكانيات والقدرات ليواجه الجانب الإسرائيلي. العمليات المنفردة أو الذئاب المنفردة في الضفة الغربية جاءت بنتائج كبيرة، لكن خلينا أقول نقطة مهمة أوي. إسرائيل كانت تظن في مراحل معينة أن صواريخ الفصائل الفلسطينية هي ألعاب نارية. النهاردة الموقف بيختلف، الصواريخ وصلت إلى ديمونة، وما أدراك ما ديمونة، وصلت إلى القدس، وصلت إلى المدن الصناعية. أيا كان تأثيرها سيادة النائب، فإن هذه القدرات للفصائل الفلسطينية تهدد الأمن القومي الإسرائيلي. وإلا ما كانت إسرائيل خلال الثلاث أعوام الماضية بدأت في إعداد نظرية جديدة للأمن القومي الإسرائيلي. لا تصدق أن بطاريات القبة الحديدية قادرة على حماية السماوات الإسرائيلية. هناك أربع أنظمة دفاعية أخرى إسرائيل بتقوم بعمليات تجريب ليها لحماية سماواتها بصورة كبيرة. وبالتالي بس حتى القبة الحديدية لم يعني لم تقم بالدفاع اليوم. لكن يعني حتى القبة الحديدية ما حمتش إسرائيل قبل كده، متعطلة. يعني ففي تطور كبير جدا. إسرائيل في حالة ذعر وحالة من التخوف من ردود الفعل الفلسطينية أيا كان شكلها وأيا كان إطارها. لن تتحمل سيادة النائب إسرائيل أن تبقى في القبو زي ما احنا بنقول، وإنها تنزل للملاجئ ويعني تعلق. هل تتحمل إسرائيل دكتور طارق، هل تتحمل إسرائيل عملية مشابهة لعملية كمال عدوان يعني مثلا؟ أنا لا أظن. وهل هو بعيد عن الفلسطينيين هم يقوم بعمليات مشابهة؟ أنا مش بتكلم هنا على مسألة أنه هنعمل استنساخ لنفس العملية، أنا بتكلم على أنه هي فكرة قدرة الفلسطينيين على القيام بهذا النوع من الهجوم على الجانب الإسرائيلي. هل ده غايب للدرجة دي وهو تاريخ ليس بالبعيد؟ احنا بنتكلم في 40 سنة أو أقل. يعني سيادة النائب، تاريخ المواجهة بين الجانبين فيها ضوابط. طبعا إسرائيل اختلت قيادات فلسطينية في حمام الشط في تونس، واختلت عشرات من القيادات
لكن الفلسطينيين ايضا نجحوا في القيام بعمليات عديده طبعا. سواء كان من يعني ربما لا احد يعلم كثيرا كانت حماس والجهاد لما توجد يعني لم تشكل وقتها الجبهه الشعبيه والديمقراطيه وهددوا المجتمع الاسرائيلي بكل ما فيه وقاموا بعمليات كبيره روعت المجتمع الاسرائيلي يعني. فبالتالي تاريخ الصراع والمواجهه دائما ما ياتي لصالح الجانب الفلسطيني هنا التوقع انه بما هو قادم اعتقد انه اسرائيل تتخوف من ردود الفعل ليس فقط في موضوع وصول الصواريخ الى المدن الصناعيه وتهديد امن اسرائيل وغلق المطارات والمواني بهذه الصوره لكن فيما يجري داخل اسرائيل نفسها من عمليات داخليه وهناك طبعا تحذيرات انه تتم عمليات اغتيالات على نفس المستوى بمعنى انه لماذا لم تقترب اسرائيل من الرؤوس السياسيه؟ هذا معناه ان اسرائيل وفق لترتيب قائمه الاغتيالات بتتعامل مع القيادات الميدانيه لهذا طبعا. رئيس الاركان مساء اليوم قبل ما نتكلم بحوالي نصف ساعه وحدد ان الاهداف السياسيه تختلف عن الاهداف العسكريه، هم ارادوا اصطياد رؤوس تهدد امن اسرائيل هي التي تقوم باعمال ميدانيه، طبعا الاجنحه العسكريه في الفصائل الفلسطينيه مهم ان احنا نقول انها تستطيع ان تهدد امن اسرائيل وتقوم بها. هو عاده دايما اسرائيل يعني بتبتعد قدر الاستطاعه عن عمليه الاغتيال للقيادات السياسيه وبتذهب دائما لاغتيال القيادات الحركيه لو صح التعبير، يعني اللي هو الناس اللي بتبقى موجوده بالفعل على الارض وتمارس العمل الميداني زي ما وصفت دكتور طارق، بل بالعكس يعني في احيان كثيره كانوا يحبون ان يبقى السياسيين كما هم، لكن هو عاوز القيادات الحركيه لان هم دول اللي بالتعبير يعني هم دول الراديكلز، هم دول اللي بيبقوا حالمين الى ابعد الحدود وسقف الحلم ملوش اي طموح وسقف ملوش اي حدود وسقف المقاومه ملوش حدود، السياسه دائما هادئه او ناعمه يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور طارق، نورتنا وشرفتنا والله جدا 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 دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه.